كندا إكسبرس مقابلة. أعزائي المستمعين، أعيد الترحيب بالجميع عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط وعبر قنواتنا على الأم والأف أم وعبر التطبيق الإلكتروني أم إي راديو. حان موعدنا الأسبوعي مع جولة الأفق الأسبوعية مع المحامي الأستاذ جوزيف دورة يلي صار معنا على الخط، ومعه اليوم رح نناقش أكثر من قضية كانوا بارزين خلال الأسبوع الماضي. صباح الخير أستاذ جوزيف. أهلا راني، يعطيك العافية. الله يعافيك. رح انطلق من الموضوع الأبرز في الساعات الماضية محليا، وهو موضوع التوتر يلي انتقل إلى ليس فقط مجتمعنا المحلي إنما إلى المؤسسات التربوية، ويمكن يلي لأول مرة عم تشهده كندا ككل ومجتمعنا المحلي بشكل خاص. أول مرة صراع عالمي بينتقل إلى ساحتنا الداخلية أبعد من بعض التجمعات يلي كنا نشهدها بالسابق. أول مرة منشوف هذه المواجهات وهذه الشجارات وهذا التوتر خصوصا في الجامعات. كيف بتفسروا؟ ما الذي يختلف هذه المرة؟ شوفي، أول شيء بحد ذاته الموضوع حساس. يعني عم نحكي اللي عم بيصير بالشرق الأوسط خاصة بين إسرائيل وبين حماس. أول شيء موضوع حساس جدا. هو أنا بتصور يلي أثار هالنقمة أكتر، أول شيء طول المدة يلي نبلش فيها هالمعارك لهلأ، صلنا حوالي شهر، والمواقف اللي أخدتها الغرب يلي كتير متحيزة لجهة معينة. وأنا بنظر اللي زاد الطين بلي أكتر شيء هو المواقف الإنسانية يلي ما حدا استرجع يقول إنه خلص يا جماعة في حق إنساني عالمي بضرب باستهداف المدنيين والأطفال والشيوخ، هذا لا يقبل فيه، لأن هذا بتتعارض إلى حد كبير مع المبادئ اللي عندها إياها كندا. لأن كندا هون بتروحي على المحاكم الفيدرالية، آخر شيء عندك إذا ما بتوصل نتيجة بتقدمي طلب على أساس موتيف إيمانيتير. إنه وين الشق الإنساني يلي ما عم نشوفه بهالشكل، يلي خلت العالم يصير عندها الغليان سياسيا ما حد يدخل فيه، بس على القليل يا جماعة في إشي عم بتروح، خلينا نقول من الطرفين، أطفال ولاد وشيوخ ونساء عم بيموتوا بهالشكل وعم بتقتلوا بهالشكل، والعالم بعده متحيز جهة معينة. أنا بتصور هالموقف خلى ينفجر الوضع وينعكس عنا بكندا. هلأ ما لازم يصير، بس موضوع كتير حساس، موضوع كتير قوي، لأن نحن ما نخشى أنه بالمستقبل إذا حيصير في عنا مشاكل من غير عرقية بخارج كندا تنعكس علينا. يعني شفنا، عفوا للمقاطعة، بس مثلا الحرب بأوكرانيا المستمرة ما شفنا يعني نفس نوع التوتر اللي عم نشوفه اليوم. أنا مزبوط. أول شيء عم بتصور عنا الجاليات هون من أصول عربية أو غيرها كتيرة، أكتر أول شيء من كندا، وتاني أكتر شيء من غير جاليات، وتاني شيء في عنا طلاب أجانب كمان. الطلاب الأجانب كتير بالجامعات بيحول بشكل حوالي 7000 طالب كمان، هدول جايين لأن بعضهم ما فاتوا بالسيستام الكندي وبعضهم متشبعين من الأفكار اللي جايين منها. وتالت شيء بقوله أنه العنف بهالشكل أنا بشوفه غير مسبوق. يعني هذا عم نشوفه نحن على الإعلام، عم نشوفه عم بيصير من الطرفين، مدنيين من الطرفين. أنا بتصور هيدي الخاصية، وهذا موضوع قديم من حوالي 70 سنة، هالخلاف الموجود بين الطرفين يعني خلي أنه هالأشياء تشتعل وتوصل لهالنتيجة. نعم، إذن هذه الأجواء المشحونة يعني بنتمنى فعلا أنه تتراجع وما يساهم مثل ما عم نشوف أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عم بتساهم فيها بطريقة غير مباشرة. لأكسب المزيد من الوقت كمان يلي مخصص لجولة الأفق، هذا الأسبوع كان لافت موضوع الإضراب، ولتذكير كل المستمعين يلي ما واكبوا، تقريبا 420 ألف عضو بالجبهة المشتركة أو الاتحاد العمالي في كباك نظموا يوم الأول من الإضراب يوم الاثنين الماضي. تأثرت مدارس، تأثرت معهد سجاب، تأثرت قطاعات عديدة، وحدا حذون 80 ألف عضو به اتحاد المهنيين الصحيين الفيك يوم الأربعاء والخميس، يعني أول من أمس وأمس. وكمان تأثرت كثير من الخدمات الطبية وتم تأجيل أكثر من 1000 عملية وكل هذه الأمور. ومن المقرر تنفيذ إضرابات أخرى اعتبارا من 21 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، ما سيؤدي إلى يعني المزيد من التأخيرات، هذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. بوقت الحكومة عم تقول بتحديثها الاقتصادي أنه هي اليوم يعني نحن بوضع اقتصادي جامد، وبالتالي ما عندها
تقديمات أكثر للمضربين والمطالبين. برأي حضرتك هل سيبقى المضربين عندهم نفس الدعم يلي عم ياخذوه اليوم من المواطنين، وهل الإضراب بظل هذه الظروف محق؟ شوفي، أول شيء بس بلمحة عامة، في عنا بكندا الإضراب هو مشروع يعني شرعي، ما فينا إنه يقول هذا غير شرعي أو غريب إليغال، لأنه الكود دو ترافاي دو كيبيك، وفي عنا الكود كنديان دو ترافاي يلي في كود كنديان وكود كيبيكوا. الكود كنديان حوالي 300 مادة، وعنا الكود دو ترافاي بكيبيك في عنده حوالي 150 مادة بتنظم العلاقات العمل بين العاملين والموظفين القطاع الخاص والعام وأرباب العمل. يعني في عنا إطار قانوني، والإضراب حسب المادة 20 من قانون العمل بكيبيك لا يعلن إلا بعد التصويت عليه بالأكثرية من أعضاء الجمعيات المعتمدة يلي بيسموه الأسوسياسيون أكريديتي. هلأ التفاوض إجمالا ما منشوفه بشيء اسمه غير بس بيكون بالنيجوسياسيون كولكتيف، لما بيكون في اتفاقيات جماعية بيصير في نوع من هالتفاوض بين العامل ورأب العمل أو بين الدولة وموظفيها، في شيء اسمه تفاوض. ولكن بالكود كنديان دو ترافاي واضح بيعطوا إبلاغ بالتفاوض، إبلاغ بالإضراب، هذا مختلف، ما ندخل بتفاصيله، ولكن أقول لك بشكل عام في قانون يرعى هالأمور كلها الجراف، مثل ما قلت لك لأن هذا بيدخل ضمن ليبرتي ديكسبريسيون، حرية التعبير، وهذه بالأنظمة الديمقراطية. وبعدين إذا نلاحظ لا تقمع مثل غير بلاد إنه الحق بالإضراب، يمشي بيعمل بيكتاج، بيمشي على الرصيف، في شيء منظم هيك ليكون ليسمع صوته. يعني الطريقة اللي عم تنعمل بطريقة شوي فينا نقولها حضارية للوقت الحاضر. هلأ بالنسبة اللي عم تقولي انت، وين المشكلة؟ المشكلة انه عم بتقول الحكومة بكيبيك اعطيت اوفر، اعطيت عرض، قالت انا بزد لكم 13.5% على 5 سنين، وبعطيكم مبلغ مقطوع $1,000 لمواجهة التضخم وليواجهوا هالمرحلة من زيادة الاسعار وغيرها. ما بينما نقابة العمال عم بيقولوا لا، بدنا 20% على 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 3 سنين، يلي بيمثلوا تقريبا 6% من التضخم، 6% من زيادة الأجور. يعني هون في خلافات. الخلاف وين صار؟ إنه يا جماعة نحن الدولة أعطيناكم أوفر، حتى بالعقود هون اللي بنعملها بين بالعقود بالمحاكم وغيرها، نعطيك عرض، طب أنت عمل لي كونتر أوف، عمل لي عرض مقابل. هون النقطة يلي عم بيقولوا حسب الإعلام إنه العاملين ما عملوا عرض مقابل يلي بيسموه encounter off، وهذا بيعتبروه إنه شوي إنه أخلاقيا المفروض يجاوبوه. هيدا النقطة بهالشكل محصورة. لجاوبك إنه أكيد الدولة بوضع منه لا يحصل عليه، ما بينما تزيد المعاشات وبذات الوقت بده يكون بده يأثر على الريفينيو تبعها وبده يأثر على تاكساتنا. يعني هون الخلاف يلي بدنا نشوف كيف بيقول له حل. هذا بالوقت الحاضر، وين بدهم يوصلوا لنتيجة خلينا نشوف الوضع كيف بده يصير. وبعدين نوع الاضراب اللي عم بيعملوا بيسموه، في فرق بين الجراف يلي هي الاضراب او التوقف على العمل، والاغلاق. الاغلاق هو اللوك اوت يلي بيجي، اللوك اوت بيجي من الامبلاير، يعني ما له حق يجي يوظف ناس اذا كان في اضراب، هذا باللوك اوت. نوع الجراف اللي عم بتقوليه بما انه بيسموه فرنسي سي لا جراف بيرلي، يعني اضراب متقطع، يومين من هون 3 ايام من هون، هذا موظفين الصحة أو العاملين بالصحة بيضربوا، بكرة موظفين الإدوكيشن، هيدول عم بيخلق نوع من ديستابيليزاسيون دي لسوسيتي. يعني أكيد بتتأثر بالتعليم، بالنقل العام، بالحضانة، بالصحة. شوفي حتى المستشفيات، يعني تأخرت العملية، ألف كانوا يعملوا 1,000 عملية، هلأ صاروا بس 300 عملية، وعنا هلأ حوالي 14,000 من سنة لوحدة، من سنة واحدة عنا حوالي 14,000 عملية معلقة. يعني أكيد لحتزيد، وعم بيفكروا هلأ هل يا ترى بنلجأ للعيادات الخاصة. يعني الموضوع منه هين، كله هذه أساليب ضغط للتفاوض. هلأ بتقولي مشروعة، إيه مشروعة، ولكن بدنا يا بدنا نتحمل بعضنا، يا اما كيف بدك يوصلوا لحل هيدا بين الدوله وبين العاملين تبعها. هلا تثبيتا نعم لشرعيتها، يوم امس باوتاوا كمان كان في مشروع قانون بيعطي المزيد من الصلاحيات للاشخاص يلي بيسلكوا طريق الاضراب، منها منع اللوك اوت كما ذكرت، ومنها منع كمان ابدال الموظفين وغيرها من الامور. بما انه عم نحكي عن مجال العمل، حب استفيد من تجربه حضرتك بمجال القانون. لا اسالك انه نحن اليوم ومنذ عده سنوات عم نحكي عن نقص باليد العامله، وعم بيتم تشجيع كبار السن وحتى يلي انتقلوا الى مرحله التقاعد
أنه يرجعوا لسوق العمل أو يشتغلوا لفترات أطول. إنما يعني هيدا بالحكي وبالشعارات وبحكي جرايد مثل ما منقول، إنما من الناحية العملية في كتير أشخاص يلي تجاوزوا 50 55 وأكثر بيقولوا أنه مش صحيح دايما، خصوصا بالنسبة للسيدات، أنه لما منحاول نرجع لسوق العمل أو منحاول نبقى بسوق العمل بيكون في عنا كتير صعوبة أنه نلاقي وظيفة أو نستمر بوظيفة بفضلوا يستبدلونا بناس أصغر سنا. هل التمييز على أساس العمر حقيقي بمنطقتنا، وهل هو قانوني أيضا؟ شوفي، من ناحية في عنا شيء اسمه لا شار دي دروا اي ليبرتي دو لا بيرسون دي كيبيك، يعني شرعه الحقوق والحريات الشخصيه. هذا قانون موجود اسمه شار دي دروا اي ليبرتي دو لا بيرسون، في عندها بنوده وفي عندها محاكمه اسمها لا كوميسيون دي دروا دو لا بيرسون. اذا واحد حس بحقه مغبون بيروح على الكوميسيون دي دروا دو لا بيرسون وبياخذ تعويض. اذا هيدي مؤطره ديجا. لجاوبك، الماده 10 من هالشار دي دروا اي ليبرتي بتذكر 17 حاله اللي ممنوع فيها التفرقه او التمييز او الاستبعاد، يلي مبنية على العرق والدين والجنس والوضع الاجتماعي والعاهة والحمل لجروسيس واللغة. هاي دول ممنوع انت تستبعد شخص او تفرقه للوظيفة او للعمل على اساس هالموانع. بالنسبة للعمر ذكرها، قال فينا نفرق بالنسبة للعمر باستثناء ما هو محدد في القانون. يعني ان فرنسي لاج، لاج ممكن يكون سبب للاستبعاد او عدم التفرق او التفرقة، بيقولوا لاج sauf dans la mesure prévue par la loi. يعني الوا حط إطار إنه ممكن في بعض الوظائف ما ناخد عن اعتبار الأج. وبعدين في قرارات طلعت من زمان بسموها النوتيون أو العبارة اسمها ENT، exigence normale du travail. شو يعني؟ متطلبات العمل الطبيعية. يعني بعطيك مثال، واحد بده يدخل بالإطفاء، يعني مش معقول يدخل بالإطفاء يكون عمره 60 سنة، لأن exigence du travail بحد ذاتها تتطلب عمر معين. يعني المساحة القانونية المعطاة بكلمة العمر dans la mesure prévue par la loi خلت المشتري عنده نوع من هالمارجي اللي يتحكم فيه، انه في بعض الوظائف يا خيي انا بدي يكون في عمر معين. لان التفرقة بتكون غير جائزة، بتكون غير جائزة اذا غير محددة بقانون. بعطيك مثال، في عندك كمان الاطفاء، بعطيك القيادة اوقات، في عندك اوقات الكونترا داسيونس، هلا الاسيرانس بعد 60 سنه بيقول لك ما بناخذ اسيرانس. يعني هيدي في تفرقه للعمر يلي هي مسموحه بالقانون بعض الوظائف المحدده، ولكن بالمبدا العام اكيد لا. بس هذا الواقع القانوني يلي عايشين فيه. هلا اذا الشخص حاس انه حقه مغبون بس الوظيفه له حق، هذا سؤالي شو بيقدر يعمل، لوين بيقدر يلجا اذا حس حاله مغبون؟ في شيء اسمه كوميسيون دي دوا دو لا بيرسون، بيروح بيقدم طلب اسمه مفوضية محكمة حقوق الإنسان، بيقدم طلب، بيعملوا أنكيت، بيعملوا نوع من أنكيت، بيشوفوا، بيستقصوا الحقائق وبيشوفوا إذا في ماتير ليكون في إنه كان هالشخص مستثنى على أساس العمر فقط، أكيد بيخذوا إجراءات وهم بيتولوا عنه الدفاع وبيطالبوا يمكن بعطل ضرر. دونك في عنده مراجع قانونية اسمها كوميسيون دي دوا دو لا بيرسون، مثل محكمة تنظر بهالأمور. نعم أستاذ جوزيف دورة، يعني كالعادة هذه المواضيع اللي بنتطرق لها والمعلومات اللي بتشاركنا فيها تغنينا، ومعها مننهي أسبوع طويل بيبقى من الأحداث. وكل مرة منقول إن شاء الله لما نرجع نتلاقى المرة المقبلة نتحدث عن أمور يمكن هيك تدخل الإيجابية أكثر. إنما هيدي هي الحياة، هناك الشقين. عم بتسائب هالأيام أنه كتير عم نركز على الشق المظلم. إن شاء الله ويكندك يكون مشرق، وعلى إن شاء الله كمان نرجع نتلاقى ونكون أقل هو الجميع بألف خير. هذه أمنيتنا، وشكرا لك لهذه المشاركة القيمة. يا أهلا، ميرسي بوكو رانيا، نهارك سعيد. باي.